إلى أصدقائي العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. قد تأثرت كثيرا بالرسائل التي وصلتني منكم، وكم آلمني سؤالكم عن فيروس كورونا وما تشعرون به من قلق. لقد عشنا نفس اللحظات العصيبة وتلك الحالة من الارتباك والخوف على أنفسنا وعلى أحبتنا، لكننا كنا نستمد الأمل من دعمكم ورسائلكم المليئة بالتعويض. نحن معكم في كفاحكم ضد كورونا. أهل تمامني مع الشعب الصيني. كنتم لنا خير الأصدقاء وإن باعدت بيننا المسافات. الآن جاء دورنا لنقف بجانبكم في هذه المحنة العابرة، وكلنا ثقة بأنها ستمضي على خير بإذن الله. ومن وحي التجربة أقدم ثلاثة مقترحات بسيطة. أولاً، لا داعي للخوف. ثانياً، تجنب الأماكن المزدحمة. ثالثاً، اغسل يديك بشكل متكرر وأقم بيتك. أخيراً، تأكد أنك أقوى بعلمك وإيمانك. وقريباً سنحتفل جميعاً بالقضاء على هذا الوباء، إنها مسألة وقت فقط. دعي المقادير تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. صديقتكم لان بكين.